بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن حملة دفء الشتاء ورغيف الخبز في ريف حمص الشمالي مدينة الرسن وبرعاية كريمة من جمعية أحياء التراث الإسلامي، تقوم جمعية أهل الحديث خيرية بشراء مواد الحليب يتم توزيعها على الأطفال مدينة الرسن المحاصرة. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور والله. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور والله. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا.